السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا أولاد، ومعاكم مس علا محمد، مدرسة لغة عربية للصف الثاني الابتدائي بمدرسة ليدرز للغات. احنا النهاردة هناخد درس جديد اسمه الأخلاق الكريمة. التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراثه. طب هنقف لحد هنا يا أولاد، وهنبتدي نقرأ الدرس من أوله تاني. التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي والمدينة والوطن. يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراثه. طيب احنا عايزين نعرف يعني ايه الأخلاق الكريمة. الأخلاق الكريمة يعني الصفات والمبادئ والقيم واللي ممكن تكون موجودة جوانا. الأخلاق الكريمة يعني الكريمة يعني الحميدة أو الطيبة. طيب ايه الصفة اللي احنا هناخدها النهاردة من صفات الأخلاق الكريمة؟ الأخلاق من التعاون من الأخلاق الكريمة. يبقى التعاون هو الصفة اللي احنا هناخدها من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. التعاون خلق كريم يوجد في حياتنا. طيب مين بقى النماذج اللي بتتعاون في المجتمع؟ يتعاون أبناء الأسرة، يتعاون أبناء الفصل، أبناء المدرسة، أبناء الحي والمدينة والوطن. الأسرة الصغيرة بنبتدي بيها، ان لو انت متعاون في وسط اسرتك هتروح فصلك، ده المكان الاكتر فيه تجمع، هتروح فصلك هتلاقي نفسك بتتعاون مع زمايلك في الفصل. طب لو انت متعاون مع زمايلك في الفصل هتلاقي نفسك بتتعاون في المدرسة، الفصل بتاعك لو كلهم متعاونين الفصل والفصل والفصل يجتمعوا كلهم عشان ايه؟ يتعاونوا كلهم علشان يحافظوا على المدرسة. طيب الحي هنتعاون، الأسرة دي والبيت ده والمدرسة دي وكل الناس اللي في الحي اللي احنا عايشين فيه هيتعاونوا مع بعض. المدينة الأحياء اللي في المدينة كلها تتعاون مع بعض. الوطن يبقى أول حاجة البذرة اللي هنتعاون فيها، أو أول حاجة خلق تعاون هنتعاون فيه هي الأسرة. لازم تبتدي بالأسرة يكون فيها تعاون مع بعض عشان أتعود على خلق التعاون، عشان أقدر أتعامل في حياتي. اتعاون في فصلي، اتعاون في مدرستي، اتعاون في حيي، اتعاون لخدمة وطني. طيب انا هتعاون ليه؟ هتعاون المشاركة في المهام. اتعاون الكل للمشاركة في المهام. هنتعاون عشان نشارك بعض في المهام. انا اديتك مهمة مش هتعرف تعملها لوحدك، فهتتشارك انت وزميلك فيها. زي مثلا اقول لك ارسم لوحة جميلة، انت مش بتعرف ترسم قوي بس زميلك بيعرف يلون وبيعرف يرسم وانت بتعرف تلون، كل واحد فيكم لو تعاونتوا انتوا الاثنين هيعمل شغله صح، فكل فاللوحة دي هتطلع مظبوطة. انت هتعرف ترسم كويس، هو هيعرف يلون كويس، فاللوحة دي هتطلع مظبوطة. طيب مساعدة الاخرين، ان احنا نساعد الاخرين، نتعاون على المشاركة في المهام ونساعد الاخرين. يبقى هنتعاون ليه؟ عشان نشارك بعض في المهام ونساعد المحتاج او نساعد غيري. اساعد المحتاج، اتعاون في ان انا اساعد المحتاج، اتعاون في ان انا اساعد الفقراء المحتاجين. الحفاظ على المكان، اتعاون برضو في ليه هتعاون؟ عشان احافظ على المكان. يبقى لماذا يتعاون الناس؟ هيتعاونوا للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. طب يجتمع ابناء الوطن الواحد في الحفاظ على تراثه وتاريخه. الوطن الواحد احنا كلنا بقى في وطننا، هنجتمع عشان نحافظ على التاريخ بتاعنا، نجتمع عشان نحافظ على تراثه. يعني مثلا الاهرامات كلنا نبقى بنجتمع على اننا لازم نحافظ على الاهرامات دي، ما نروحش نكسر فيها ونبهدلها. نتعاون على اننا نحافظ على التراث بتاعنا، اللوحات اللي رسموها الناس زمان دي اسمها تراث، نحاول ان احنا نحافظ عليه، ما نروحش نقطعه ونبهدله. يبقى لازم نتعاون كلنا ان احنا نحافظ على تاريخ وطننا والتراث بتاعه. طيب نشوف معايا بقى الشيت، نقرأ مع بعض. التعاون من الأخلاق الكريمة التي توجد في حياتنا. يتعاون أبناء الأسرة والفصل والمدرسة والحي في والمدينة والوطن. يتعاون الكل للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخه وتراثه. طيب نحل مع بعض كده،
مع من نتعاون؟ نتعاون ايه؟ مين اللي بيتعاونوا مع بعض؟ يتعاون ابناء الاسرة، الفصل، المدرسة، الحي، المدينة، الوطن. كل دول يا ولاد بيتعاونوا. طيب لماذا نتعاون؟ نتعاون الكل للمشاركة، نتعاون للمشاركة في المهام ومساعدة المحتاج والحفاظ على المكان. طب لماذا يجتمع أبناء الوطن؟ يجتمع أبناء الوطن الواحد في الحفاظ على تاريخي وتراثي. طيب نستخرج مع بعض يا ولاد لام قمرية. لام قمرية هتبقى كلمة المدرسة، لام شمسية كلمة التعاون، مد ها نشوف مد معايا أبناء. طب المد هنا مد بالإيه؟ أبناء. مد بالإيه؟ مد بالألف. طيب أداتان للربط، أدوات الربط دايما بتبقى حروف الجر وحروف العطف، فهنقول مثلا كلمة حرف على وحرف الواو، دول ربطولي بين الجملتين أو بين الكلمتين. فعل، توجد فعل مضارع، أنواع الفعل 3، ماضي ومضارع وأمر، ما ننساهمش. طيب المفرد والجمع معايا نقرأهم، الحي الأحياء، المدينة المدن، الوطن الأوطان، الكلمة مضادها التعاون التخاذل، الكريمة السيئة، الكلمة ومعناها التعاون المساعدة الكريمة الحميدة. طيب نشوف مع بعض كده معايا معنى التعاون. خريطة الكلمة، الكلمة التعاون معناها المساعدة. مضادها التخاذل. نوعها ايه يا ولاد؟ نوعها ايه معايا كده؟ التخاذل نوعها اسم. طب الجملة اللي هنقولها، هنقول التعاون من الأخلاق الحميدة. طيب شوف معايا كده، حلل كلمة التعاون. هنحلل مع بعض كلمة التعاون. ال ت عشان دي لام شمسية، فهنفك الت الاتنين، الت ع ون تمد بالواو. طيب الكريمة، ال دي لام قمرية فمش هفكها، فيها الشدة، ال ك ري مد بالياء ما تو، الكريماتو. طب تمام شوف معايا كده، الأخلاق تبقى ال أخ عشان هنا سكون، لا كو. طيب الحي هتبقى ايه؟ ال حي هنا في شدة فهتتفك الاتنين، الحيو. طب نرتب مع بعض الأخلاق الكريمة من التعاون، هنقول التعاون من الأخلاق الكريمة. الأسرة والوطن يتعاون أبناء، هنقول أبناء يتعاون أبناء الأسرة والوطن. نتعاون على الحفاظ تاريخ وتراث الوطن، نتعاون للحفاظ على تاريخ وتراث الوطن. طيب هنشوف معايا بعد كده الجملة الاسمية والجملة الفعلية. يعني ايه جملة اسمية؟ الجملة الاسمية التي تبدأ باسم. طب هو يعني ايه جملة اصلا؟ الجملة هي اكثر من كلمة، الجملة هي اكثر من كلمة، يعني كلمة وكلمة وكلمة يبقوا جملة. طب نعرف منين ان الجملة دي اسمية ولا الجملة دي فعلية؟ لو الجملة دي بادية باسم، لو الجملة دي بادية باسم يبقى دي جملة اسمية، لو الجملة دي بادية بفعل يبقى الجملة دي فعلية. يعني مثلا باسم ويذهب إلى المدرسة، أول كلمة في الجملة دي إيه؟ الكلمة دي في الجملة اسمية، يبقى باسم يذهب إلى المدرسة اسم، يبقى الجملة دي اسمية. يذهب باسم إلى المدرسة يبتدي هنا بفعل، يبقى الجملة دي فعلية. يبقى ببص على أول الجملة بشوف أولها اسم ولا فعل، عشان أنواع الكلمة عندي يا ولاد اسم وفعل وحرف. يبقى الجملة هتتكون من إيه؟ هتتكون من اسم وفعل وحرف. طب عايزين نعرف نوع الجملة دي ايه؟ اسمية ولا فعلية؟ الاسمية اللي بتبتدي باسم والفعلية اللي بتبتدي بفعل. يبقى انا اعمل ايه؟ افكر كده، مش علا قالت لي في سؤال هيجيلي ابين نوع الجملة، انا هعرف منين نوع الجملة دي يا مش علا؟ هقول لك بص الاول كلمة في الجملة،
اول كلمة في الجملة عندك اسم يبقى دي جملة اسمية، فعل يبقى دي جملة فعلية. يبقى انا لازم اكون عارف الاسم من الفعل، الفعل نوعه ماضي ومضارع وامر، والاسم هو ما دل على اسم انسان او جماد او حيوان او نبات او صفة من الصفات. طيب، يأكل احمد الطعام، نوع الجملة هنا ايه في يأكل احمد الطعام؟ يأكل، ها بدأ بايه يأكل، فعل ولا اسم؟ فكر كده شوية. يأكل حاجة بنعملها وفعل لسه بنعمله يعني مضارع، يبقى مس علا قالت لي الجملة الاسمية الفعلية بتبتدي بفعل، يبقى يأكل الجملة الفعلية هنا بتبتدي بفعل، يبقى يأكل فعلية لأنها بادية بفعل. الطفل يبكي لأنه جائع، الطفل يبكي، الطفل ده اسم ولا فعل؟ اسم، والجملة اللي بتبتدي باسم مس علا قالت لي عليها ايه؟ جملة اسمية، يبقى تاني حاجة اسمية. طب نشوف اللي بعد كده، الشمس تشرق، الشمس دي اسم ولا فعل؟ الشمس اسم، واللي بيبتدي باسم تبقى جملة ايه؟ جملة اسمية، يبقى هنا اسمية. ذهبت مع ابي الى السوق، ذهبت اسم ولا فعل؟ ذهبت حاجة بنعملها، ذهبت انا مشيت، ذهبت الى السوق. طيب دي جملة اسمية ولا فعلية؟ اعرف منين؟ لو شوف اولها اسم ولا فعل؟ فعل، يبقى فعلية. طب نشوف مع بعض، ده سؤال تاني مهم جدا يا ولاد، حول الجملة الفعلية الى اسمية والعكس. يعني انا هشوف الجملة دي بادية باسم ولا بفعل؟ بادية باسم، يبقى دي جملة اسمية. طب احولها ازاي لفعلية؟ بدل ما ابتدي بالاسم ابتدي بالفعل، بدل ما ابتدي بالاسم ابتدي بالايه؟ بالفعل. جمع احمد المهملات، جمع هنا فعل ولا اسم؟ جمع حاجة بنعملها يبقى فعل. طيب جمع احمد عايزه اخليها اسميه، احولها ابتدي بالاسم هتبقى احمد جمع، واكمل بقيه الجمله المهملات من الطريق. تمام كده. طيب الولد قام بجمع اوراق الشجر، الولد دي جمله اسميه ولا فعليه؟ برافو عليكم، جمله اسميه باديه باسم اهي. طب احولها ازاي لفعليه؟ بدل ما بتبتدي باسم اخليها تبتدي بفعل، يبقى الولد قام بجمع اوراق الشجر هتبقى قام الولد بجمع اوراق الشجر. طب نشوف اللي بعد كده، الفتاة تحب مدينتها، الفتاة اسمية، طب احولها فعلية ازاي؟ ابتدي بالفعل، تحب الفتاة، الفتاة مدينتها. طب يلعب اسلام في فناء المدرسة هتبقى اسلام يلعب في فناء المدرسة. المعلم يشرح الدرس هتبقى يشرح، هنحولها ازاي؟ يشرح نبتدي بالفعل، يشرح المعلم الدرس. وكده فهمنا ازاي نحول الجملة الاسمية الى فعلية والعكس، لو بادية باسم هحولها الفعلية ازاي؟ هبتدي بالفعل، بادية بفعل هحولها الاسمية ازاي؟ هبتدي بالاسم. وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة، واي حد محتاج اي حاجة يا ريت يتواصل معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.